الأنشطة والتدريبات. أنشطة وتدريبات. الفواحدة في اثنين قوتان متلاقيتان متعمدتان شدتهما 12 نيوتن و 16 نيوتن. فإن شدة محصلتهما تساوي شدة محصلتهما F إيش تساوي؟ طيب أنا عندي قانون هو قانون فيثاغورس. هذا طبق إجباري ما بحسن هيك أشلف شلف يعني من خلال النظر هيك أقول والله قديش بطلع المحصلة ما بحسن. في عندي أنا قانون بيقول إنه F يساوي تحت الجذر F1 مربع زائد F2 مربع. فبدي أجزر أشوف 12 مربعة أنا بعرف 144 ال 16 مربعة يعني 16 ضرب 16 6 في 6 36 9 0 6 1 هون عندي 256 250 56 إذا ربع اجمع نجمع هلا بعدين بنجذر تحت الجذر 44 و56 قديش فيها؟ فيها 100 صار 300 و100 400 جذر ال 400 جذر ال 400 قديش يا شباب؟ جذر ال 400 20 صح ولا؟ لانه 20 ضرب 20 يساوي 400. اذا بسال حالي سؤال شو الرقم اللي اذا ضربته في نفسه شو الرقم اللي اذا ضربته في نفسه بيطلع معي الجواب اللي تحت الجذر. اذا هذا هو هذا هو الحل. واضح؟ قوتان متلاقيتان متعامدتان متساويتان بالشدة يعني F1 تساوي F2 بس ما أعطاني قيمتين. إذا F1 تساوي F2 وبس سكت. أديش قيمة محصلتهما؟ تعطي شد محصلتهم في العلاقة. عجب هاي ولا هاي ولا تعال نطبق نشوف. بقول F يساوي شوف أنا عندي F1 يساوي F2 تمام؟ نحل على المسودة إجباري. بقول تحت الجذر F1 مربع زائد F1 يساوي F2 فبكتب كمان مرة F1 مربع مو بما أنه متساويتين فF1 زائد F1 F1 مربع زائد F1 مربع يساوي تحت الجذر 2F1 مربع صح ولا لا؟ إذا جمعنا X و X هيطلع معاك 2X Y زائد Y هيك أخذته برياضيات صح ولا لا؟ Y زائد Y يساوي 2Y خيارة زائد خيارة يساوي 2 خيارة يعني خيارتين. فهلا أنا عندي تحت 2 وF1 مربع تحت الجذر فلما اجذر افرق الجذور عندي جذر 2 ضرب الاف 1 اذا هذا هو الجواب الصحيح جذر 2 ضرب الاف 1 هذا هو المحصله لانه جذر 2 ما بينجذر والاف 1 مربع جذره اف 1 طيب قوتان متلاقيتان متعامدتان متساويتان متعامدتان وشرط جديد متساويتان يعني حققوا انتبه لي على كلمة متساويتان بالشدة فحال محصلتهم هو قطر هندسي لشكل رباعي ينشأ على القوتين ويرمز ويمر من نقطة تلاقيهما وهذا الشكل مربع مستطيل معين متوازي أضلاع. احنا بالعادة شو بيطلع معانا إذا كانوا قوتين متعامدتين إذا كانوا قوتين متلاقيتين متعامدتين إيش بيطلع معانا؟ بيطلع معانا مستطيل. طيب إذا كانوا متساويتان أضاف إلى أنه متعامدتان يعني الطول يساوي العرض طول المستطيل يساوي عرض المستطيل معناتها شو عندي هون؟ عندي صار اسمه مربع أكيد لأن المربع هو مستطيل تساوى بعداه مستطيل تساوى بعداه فمعناتها الطول يساوي العرض معناتها F1 يساوي F2 وبالتالي الشكل الرباعي اللي يطلع معانا هو مربع F1 F2 قوتان متلاقيتان متعامدتان مختلفتان شدة إذا متلاقيتان متعامدتان مختلفتان بالشدة مثل الحالة اللي تدربنا عليها اللي أخذناها ورسمناها فحامل محصلتهم هو قطر لشكل شو هندسي ينشأ على القوتين ينشأ على القوتين ويمر من نقطة تلاقيهما وهذا شكل هو مستطيل طبيعي مستطيل لأن الطول لا يساوي العرض ومتعامدتين إذا قوتين متلاقيتين متعامدتين والطول لا يساوي العرض فمعناتها مستطيل قوتان متلاقيتان متعامدتان شدة محصلتهم 50 ب 40 فتكون شدة المحصلة إذا 50 والمحصلة 40 الـ F1 مثل المثال اللي حليناه قبل شوي بالتمارين 40 ب 30 طلعت معنا المحصلة قديش؟ بدنا نكون هاي الأرقام 40 30 طلعت المحصلة
50. إذن الإف واحد الإف اثنين يساوي 30. إذن 30 و40 بيطلع محصلتهم 50. إذن هون عطاك محصلة وعطاك الأولى، فبتكون شدة الثانية قديش؟ 30. هدول بتحفظوهم يعني بإمكانك تحفظهم للاستئناس، يعني أرقام فيثاغورس 30 40 50 أو 3 4 5 6 8 10، وهدول الرقمين اللي طلعوا معانا 12 16 20 12 16 20. هدول كل الأرقام يعتبروا أرقام يعني متكررة، هي أرقام فيثاغورس. انتهينا من هذا السؤال اولا، اختر اجابة صحيحة. طب مثل ما شايفين يا شباب احنا اختر اجابة صحيحة، شو بده؟ بده حل. ما تستهين بهذا السؤال انه والله يعني هيك تشلف وتمشي، لا، السؤال بده تفكير وبده حل. السؤال اللي بعده، اكتب عناصر قوة محصلة قوتين متعامدتين. طبعا هاي العناصر اللي احنا بنعرفها بشكل عام، نقطة تأثير ونقطة تأثير مشتركة، حامل قطر مستطيل، جهتها من أو إلى رأس المقابل، تحسب من العلاقة، وهاي الرسمة. حل مسألتين الآتيتين. المسألة الأولى، شوفوا الأرقام أسهلة، قوتان متعامدتان ممثلتان بمقياس الرسم، كل واحد سنتي بعشرين نيوتن. هون أعطاني الرسمة وأعطاني المقياس، قال لك يا أخي هذا 30، هذا 3 سنتي، وهذا 4 سنتي، وهذا 5 سنتي، ولكن كل واحد سنتي تمثل بإيش؟ بعشرين نيوتن، كل واحد سنتي بعشرين نيوتن. طيب الطالب الأول، أحسب شدة F1 وF2، باجي بقول F1 كم سنتي؟ F1 تساوي 4 سنتي ضرب طولة 4 سنتي على المقياس، ضرب قديش السنتي؟ بيمثل 20، فبقول له ضرب 20 ويساوي 80 نيوتن. طيب الاف 2 شو يساوي؟ 3 سنتي. طيب السنتي قديش يمثل؟ 20 نفسه ويساوي 60 نيوتن. شفنا ما احلاها؟ سهله. اذا رسمه مرسومه واعطاك الاطوال، وهو بده شو؟ هو بده القوى، واعطاك مقياس الرسم، بده يكون عاطيك مقياس الرسم. طب احسب لي شده المحصله اف. 5 سنتي ضرب 20 ويساوي 100 نيوتن. طيب في طريقه ثانيه لحساب المحصله؟ نعم، بحسب اف 1 بحسب اف 2 وبطبق فيثاغورس. بامكاني اطبق فيثاغورس ولا ما بامكاني؟ نقول اف يساوي تحت الجذر اف 1 مربع زائد اف 2 مربع، هاي طريقه ثانيه، يساوي تحت الجذر 80 مربع زائد 60 مربع ويساوي هنا 6400 زائد 3600 ويساوي 10000 ويساوي 100 جذر. إذن ربع، هاي ربعنا، اجمع جمعنا اجزر جزرنا، الجواب يطلع معنا 100، سواء حسبته بطريقة فيثاغورس أو بطريقة الرسم البياني اللي هو عاطيني إياه. المسألة الثانية والأخيرة، قوتان متلاقيتان متعامدتان، يعني متعامدتان، بس اللي قوتان متعامدتان يعني متلاقيتان حصرا حكما. F1 F2 شدة الأولى 80 والمحصلة 100. هون أعطاك المحصلة، ما بده المحصلة، هو أعطاك إيش؟ المحصلة. أعطاك الـ F1 وأعطاك المحصلة F، شو بده؟ بده شدة القوة الثانية F2. طيب أنا عندي حسب فيثاغورس، حسب فيثاغورس F1 مربع، عفواً F مربع يساوي F1 مربع زائد F2 مربع. إذا ما جزرت، إذا خليت الأمور تربيع ما في جذر، إذا جزرت الطرفين بشيل التربيع وبحط هون جذر، هذا صح واللي قبله صح.
بس استخدم هاد. ليش؟ لانه انا عندي الاف وبدي مين المجهوله اللي هي الاف 2 مجهوله، هاي المجهوله. اذا بنعوض هلا شو تربيع، وبنعوض القانون بالتربيع، 100 مربع يساوي اف 1 اللي هي 80 مربع زائد الاف 2 شو يساوي؟ مجهوله. حصل عندي معادلين الدرجة الأولى، معادلة يعني هذا بعتبره، هذا بعتبره إكس يعني مجهول، الإف 2 مربع مجهول، يعني معادلة بمجهول واحد بحسن أحلها أنه أنقل المجاهيل لطرف المعالم لطرف. ما راح نعتبر أنه التربيع هو معادلة من الدرجة الثانية، لا، لأنه إيش؟ لأنه ما في عنده قوة سالبة أصلا. لأنه أخذ جذر، بأخذ جذر الموجب بنقل لهناك، بيصير عندي هون 10,000 طبعا مربع ناقص 6,400 يساوي الاف 2 مربع. 10,000 شلنا منه 6,400 بيطلع معانا 3,600. 3,600 شفتوا هالارقام نفسن، هلا 80 60 100 راح يطلع معانا 60 الاف 2 مربع. هذا يؤدي لانه اف 2 يساوي جذر 3,600. شو جذرها؟ جذر 3,660 نيوتن. طبعا مثل ما قلنا الجذر هون اللي باخده هو الجذر الموجب حصرا، ما في قوة سالبة، لانه اخذته بالرياضيات انه احنا في عنا جذرين، جذر موجب جذر سالب، ما قلنا فيها هاي الامور. احنا ما في عنا بالرياضيات حاليا ما في عنا قوة سالبة. طيب يا شباب، هاي هي مقدار القوة اف 2 مقدار القوة الثانية. مثل على الرسم القوة المعاكسة مباشرة للمحصلة، ثم اكتب عناصرها، ثم اكتب عناصرها. يعني بدي امثل القوة المعاكسة مباشرة نرجع المسألة. ثم احسب محصلتها. اكتب عناصر. عناصر مين؟ القوة F فتحة المعاكسة مباشرة للمحصلة F. طيب انا عندي عندي معناتها بدي ارسم اول شيء المحصلة F. بدي ارسم المحصلة F وشو اعمل؟ وبعدين برسم القوة المعاكسة مباشرة. هلا هون رجعنا لدرس قوتين متعاكستين مباشرة، صح؟ يكون على حامل واحد وبنفس الشدة وبجهتين متعاكستين. كونه هذا، شوفوا هذا مثلث قائم وهدول قوتان متعامدتان، انا راح اريح حالي وشو اشتغل بالمثلث القائم. هاي الاف 1 وهاي الاف 2. طبعا يفضل اني استخدم مقياس انه كل 1 سنتي 20 نيوتن. يعني هاي قديش بيطلع، كم سنتي؟ تقسيم 20 F تقسيم 20 يعني 4 سنتي. F1 يساوي 4 سنتي، F2 يساوي 3 سنتي، والF المحصلة 100 تقسيم 2 تقسيم 20 5 سنتي. إذن راح يطلع معي هون هاي سنتي 2 وهاي 3 تمام، هاي 3 سنتي اللي هي الاف 2 والاف 1. طبعا انا هون ما عم باخذ سنتي، عم باخذ يعني 5 سنتي، بس انت مالك يعني، انت عليك بالدفترك ترسم حسب المقياس. هاي 1 هاي 2 هاي 3 وهاي خلينا نقول 4. هاي الاف 2 طبعا، والاف المحصله راح تكون وين محصله جهتها؟ نكمل متوازي الاضلاع، كملنا متوازي الاضلاع او عفوا مستطيل. هو بالحاله العامه متوازي اضلاع، بالحاله الخاصه مستطيل لازم يكون. طبعا اذا الرسم دقيق والتعامد صحيح
لازم تكون بالشكل هاد. هاي تقريبيا الرسم. هاي شو هاي يا شباب؟ هاي الاف المحصلة. اف المحصلة هو بده اف فتحة تتعاكس معها مباشرة. اذا شو بعمل؟ بكمل الحامل هيك لتحت، برسم 5 سنتي من او للاسفل. اذا من او هاي النقطة شايفينها، عندي سنتي 2 هاي 2 3 4 وهاي 5 سنتي هون هيك شيء. اذا هاي الاف فتحة، هاي مثلناها على الرسم. هاي شو هاي الاف فتحة التي تعاكس مباشرة اف، تعاكس مباشرة اف، يعني نفس الطول نفس الشدة نفس الحامل، نقطة التأثير نفسها، الجهة للأسفل. إذن عناصر اف فتحة المعاكسة مباشرة لاف، بنقول نقطة التأثير او نفس نقطة تأثير اف، الحامل قطر المستطيل او ام نفسه القطر او ام محمولة على القطر، الجهة عكس اف. إذن اف للأعلى هي للأسفل مثلا، عكس اف. انا نفرض هون حالتي انا للأسفل، بس المهم اكتب انه عكس اف. الشدة نفس شدة اف وتساوي 100 نيوتن. إذن اف فتحة تساوي 100 نيوتن لأنهما قوتان متعاكستان مباشرة، لهما نفس الجهة، لهما نفس الحامل ونفس الشدة وبجهتين متعاكستين. إذن نفس الحامل نفس الشدة جهتين متعاكستين. هاي كانت عناصر القوة اف فتحة المعاكسة مباشرة للقوة اف محصلتنا. هكذا نكون قد انتهينا أعزائنا الطلاب من هذا الدرس وحل مسائله القوى المتلاقية، ويعني شفنا كيف انه الدرس سهل، يعتمد على حالتين فقط، قوتين متعامدتين، قوتين غير متعامدتين، متلاقيتين متعامدتين، قوتين متلاقيتين غير متعامدتين، القوتين المتعامدتين نستخدم قانون فيثاغورس تحت الجذر اف يساوي تحت الجذر اف واحد مربع زائد اف اثنين مربع. ونسأل الله عز وجل ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم فيما قدمناه لكم، واتمنى التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.